من الموقع بوست، صحفي اعتقله الحوثيون لمدة عام يسرد قصته في سجونهم. ومن موقع بلقيس، مدينة يمنية تحت القصف والحصار منذ 5 أعوام. ومن يمن ستوري، باحث يمني يسجل براءة اختراع ضمن فريق تركي. أهلا بكم. طالب صحفيون يمنيون خلال وقفة احتجاجية في مدينة مأرب شرقي اليمن بالإفراج الفوري عن الصحفيين في سجون الحوثيين، ويعنون موقع يمن مونيتور: وقفة احتجاجية شرق اليمن تطالب بالضغط للإفراج عن الصحفيين المعتقلين لدى الحوثيين. ونظمت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى، وعدد من المؤسسات الإعلامية والصحفيين المتواجدين في مأرب نظموا وقفة احتجاجية بمناسبة يوم الصحافة اليمنية الذي يصادف 9 يونيو من كل عام. وأدان الصحفيون في وقفتهم الاحتجاجية بشدة كافة الانتهاكات التي تمارس بحق الصحافة والصحفيين، واستمرار جماعة الحوثي في حربها ضد الصحافة وحرية الرأي والتعبير، واستمرارها في الاختطافات للصحفيين والكتاب والنشطاء. ودعا المحتجون لملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين ومنع إفلاتهم من العقاب ضمانا للحقوق والحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير. لم يمر على عمل الصحفي سوى عامين، وعندما اندلعت الحرب وجدت نفسي أقوى في معتقلات الحوثيين في صنعاء. مكثت سنة كاملة أتنقل من زنزانة إلى أخرى، ومن ضابط قسم إلى رئيس مكافحة الإرهاب، وصولا إلى تحديد عقوبة الإعدام كحكم رادع لي. هذا جزء من قصة صحفي روى جزءا من معاناته للموقع بوست بعنوان: صحفي اعتقله الحوثيون يسرد قصته في سجونهم. عام في المعتقل، ماذا كانت الحجج الملفقة؟ يقول إن التهمة هي التحريض وإفشاء أسرار الدفاع الوطني والتخابر والعمل في مهنة الصحافة واستهداف رموز الحكم والمساس بالجيش واللجان. وعن الخروج من المعتقل يقول: بعد توالي الجلسات والدفع والرد لمدة سنة تم الإفراج عني إفراجا مشروطا وبضمانات مختلفة. كثيرون في سجون الميليشيا يتذكرهم الصحفي المفرج عنه، هناك معتقلون بالألاف من غير الصحفيين، لا أحد يتكلم عنهم أو يعرف عنهم شيئا، ويتعرضون لإهمال فظيع. يتابع: لا ذنب لهم إلا أنهم صنفوا بالتبعية للطرف الآخر أو سافروا عبر المحافظات الفاصلة بين الشرعية والانقلاب. ردا على سؤالي الخميس الماضي، قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي: فرنسا لا تبيع الأسلحة كأنها خبز لأنه ممنوع، هناك قواعد دولية نحن لا نحترمها فحسب، بل لدينا عملية صارمة للغاية قبل منح الإذن للمصنعين بتصدير الأسلحة إلى الخارج. كان هذا التصريح داعيا للصحفية أسماء معد من صحيفة لوموند لكتابة مقال تحت عنوان: الحرب في اليمن، هل تحترم فرنسا التزاماتها بشأن مبيعات الأسلحة؟ وجاء في جزء منه: يجب أن نتذكر أن بيع الأسلحة الفرنسية ونقلها يحددهما إطار تشريعي وتنظيمي صارم للغاية. على الصعيد الدولي، صدقت فرنسا على معاهدة تجارة الأسلحة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. يحظر النص نقل المعدات عندما يكون هناك خطر حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. تذكر وزارة الجيوش أن فرنسا كانت من أوائل الدول التي انضمت إليها، وهي تعمل الآن من أجل تعميمها وتنفيذها الكامل والفعال. أضف إلى ذلك اتفاقية جنيف لعام 1949 التي تشير إلى أهمية حماية المدنيين في وقت الحرب. في أوروبا، تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2008 موقفاً مشتركاً يحكم مراقبة تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية. تنص المعاهدة على أنه يتوجب على الدول الأعضاء منع تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي أو العدوان الدولي أو المساهمة في عدم الاستقرار الإقليمي. وعلى وجه الخصوص، في هذه النصوص تعتمد فلورانس بارلي وجان إيف لودريان على التذكير بأن فرنسا لم تخن أبداً التزاماتها. لكن هذا الخطاب لا يحمل، كما تعتقد منظمة العفو الدولية، في طياته ما ينبه الرأي العام إلى النزاع اليمني منذ عام 2015.
هناك احتمالية كبيرة في استخدام الأسلحة الفرنسية ضد السكان أو البنية التحتية المدنية، يعتقد إيرميك أولوين مسؤول المناصرة في برنامج مسؤولية الدولة والشركات لمنظمة العفو الدولية. وهو يستشهد بتحقيق موقع ديسكلوز الذي تم الكشف عنه، وكذلك أعمال الأمم المتحدة التي تستهدف التحالف الذي يستخدم الأسلحة الفرنسية لانتهاكات واسعة النطاق ومنهجية، ولأن غالبية القتلى مرتبطون بضربات التحالف. لا يراد لتعز أن تنام ولا أن تفرح. قضت ليالي رمضان تحت القصف العشوائي على المنازل، وشهدت أيام العيد قنص الأطفال. فميليشيا الحوثي لم تدع لسكان المدينة فرصة للعيش الآمن، وفق تقرير خاص بموقع قناة بلقيس والذي نشر بعنوان تعز مدينة تحت القصف والحصار. ويسرد التقرير الأحداث المؤلمة في الرابع من يونيو، أي في أول أيام عيد الفطر. قصفت الميليشيا قرية المصراخ، وتسبب القصف باستشهاد طفلين، بينما قامت بقتل أطفال حاولوا ممارسة طقوس العيد في منطقة عصيفرة شمال تعز. يفيد الموقع قصف المنازل وقنص الأطفال هواية مفضلة لدى الحوثي ينتقم بها من سكان المدينة الذين تحرروا منه، لكنه يواصل حصاره على آخرين لا يزالون تحت سلطته كأبناء قرية المنقاف في مديرية صالة، الذين تحاصرهم ميليشيا الحوثي لا يستطيعون النزوح ولا ترك منازلهم خشية استهدافهم. أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن عن تضرر أكثر من 3000 أسرة جراء سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء السبت بأربع محافظات، وعنون موقع عدن لينك. تضرر أكثر من 3000 أسرة جراء الأمطار الغزيرة في هذه المحافظات، وبين تقرير أولي صادر عن الوحدة التنفيذية حول حجم أضرار سيول الأمطار الغزيرة أن لحج تتصدر القائمة بحوالي 1385 أسرة متضررة، تليها عدن بنحو 1331 أسرة، ثم تعز بحوالي 315 أسرة، ثم حضرموت بنحو 35 أسرة. وأشار التقرير إلى أن النازحين بحاجة ماسة إلى مواد غذائية وإيوائية وحقائب صحية وأدوات تنظيف، بالإضافة إلى تجهيز عيادات طبية متنقلة للوقاية من الكوليرا وتوفير دورات مياه ومياه شرب نظيفة لكل المخيمات. وحذر التقرير من حدوث كارثة بيئية وتفشي الأمراض في المخيمات التي تتكدس القمامة وانتشار المياه الراكدة فيها في حال عدم التدخل العاجل. خبر سار للعاملين في مجال الصحافة التقليدية أنها لن تختفي والإنترنت لن يتمكن من القضاء عليها، كما يؤكد الكاتب تيدرال في مقاله الذي أعيد نشره في صحيفة الغد. كان الصحفيون في الأسبوعيات يحفرون من أجل التفاصيل العميقة التي لم يكشف عنها، ويخبرونك بما يعنيه الموضوع بمجمله ولماذا هو مهم. كانوا عمالقة ويقرأهم عشرات الملايين. بدءاً من ظهور الشبكة الإلكترونية في التسعينيات، فقدت الصحف الإخبارية الأسبوعية الطريق، وظن المحررون أن الإنترنت أثبت أن انتباهنا يذهب إلى حيث يوجد الاختزال، ولذلك اختصروا أعداد الكلمات، أصبحت القصص أقصر وأصبح هناك عدد أقل منها أيضاً. وهكذا توقف الناس عن قراءتها. لماذا يدفعون مقابل المحتوى نفسه الذي يمكن أن يحصل عليه مجاناً على الإنترنت وفي وقت أسرع؟ وخرجت مجلة نيوزويك بشكل أساسي من العمل، وأصبحت التايم التي كانت ذات مرة حجر الزاوية في إمبراطورية هنري لوس تعيش على أجهزة الإعاشة. في المقابل تزدهر مجلتا نيويوركر والإيكونوميست لأنهما ضاعفتا الرهان على التزامهما بصحافة المواد الطويلة حول القضايا الراهنة، وهما لا تعرضان بيانياً أي دليل على أن الإنترنت قد وجد أصلاً. إنهما تبذلان الكلمات بسخاء والكثير الكثير منها في الحقيقة، والتي تتخللها في بعض الأحيان رسوم توضيحية مرسومة باليد، ويصل طول بعض المواد إلى 5000 بل و10000 كلمة. هذه المطبوعات لا تنشر الأخبار العاجلة، إنها لا تستطيع أن تفعل، إنها تغوص عميقاً بدلاً من ذلك، إنك تعرف مسبقاً ما حدث.
ويخبرك التحليل الطويل بما يعنيه ما حدث. المادة الطويلة، المادة الطويلة هي المستقبل. ما تزال الأشكال القديمة من وسائل الإعلام باقية، لأن الجديدة لا تستطيع أن تعوض الوظائف المرغوبة لسابقاتها. على الرغم من تنبؤات الخبراء، لم يتمكن التلفاز من قتل المذياع، لأنك لا تستطيع أن تشاهد التلفاز بينما تقود السيارة أو تقوم بتنظيف البيت. والطباعة مثالية لنشر المواد الطويلة، لأن الكثير من الناس يفضلون تقليب الصفحات على تصفح الشاشة، إنها أسهل وأرفق بعينيك. قتل 4 أشخاص بحوادث منفصلة بمحافظة إب وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وعنوان موقع المصدر أونلاين الذي أورد الخبر. مقتل 4 أشخاص بحادثين منفصلين في إب، وقالت مصادر محلية للموقع إن 3 مواطنين قتلوا بمديرية الرضمة بعد أيام قليلة من إفراج الميليشيا الحوثية على متهم بالقتل حكم عليه بالإعدام. وبحسب المصادر فإن نجل ولي دم أقدم على قتل نجل المتهم بقتل أبيه ومواطن آخر بعد إدخال الميليشيا الحوثية للقاتل إلى المنطقة ومحاولة فرض صلح بالقوة، قضى بدفع مبلغ مالي. وفي مديرية حبيش قتل مواطن يدعى بكيل صالح عبد الكريم برصاص أحد المسلحين في المديرية، كما توفي طفل غرقا بمنطقة نجد الجماعي بمديرية السبرة جنوب شرق المحافظة. لم تقتل الحرب طموح عصام الشهابي الباحث اليمني المتخصص في مجال الكيمياء، فنجح مع فريق تركي في تسجيل البحث الذي يعمل في نطاقه كبراءة اختراع، والذي يختص بتخليق جزيئات دوائية جديدة تعمل على التخفيف من الآثار الناجمة عن مرض باركنسون أو الشلل الرعاشي، وفقا لتقرير نشره موقع يمن ستوري بعنوان نجاح رغم الحرب. باحث يمني يسجل براءة اختراع ضمن فريق تركي. حصل عصام على درجة الدكتوراه بامتياز في مجال الكيمياء العضوية ذات الصلة بالكيمياء الطبية من جامعة الهوجتيبة في العاصمة التركية أنقرة، بعد سنوات من حصوله على درجة الماجستير من جمهورية مصر في مجال الكيمياء العضوية التخليقية. وفوزه بجائزة رئيس الجمهورية اليمنية للشباب عن محافظة صنعاء في الكيمياء الطبيعية للعام 2005، وعمله كعضو هيئة تدريس في جامعة صنعاء لسنوات. يفيد الموقع مؤخرا اختير الشهابي ضمن فريق علمي بحثي بمركز الريمر بجامعة اسطنبول ميديبول للعمل على إيجاد دواء لمرض الشلل الرعاشي، وسجل البحث براءة اختراع لضمان حقوق الملكية الفكرية، ولا يزال البحث قائما حتى تحقيق الهدف المنشود. يتمنى عصام أن تعود بلاده اليمن سعيدة كما كانت، ويختم حديثه بدعوة يوجهها لكل شباب وطلاب اليمن بمواصلة طموحهم والكفاح لتحقيق النجاحات في حياتهم العلمية والعملية رغم الحرب والظروف الصعبة التي تعيشها اليمن. ويعمل نحو 13 أكاديميا يمنيا في عموم الجامعات التركية حسب إحصاءات الحكومة التركية للعام 2018، بينهم أكاديميان 2 بدرجة أستاذ مشارك، و6 يعملون بدرجة أعضاء هيئة التدريس، و5 محاضرين. حق تقرير المصير، تحت هذا العنوان كتب علاء الدين أبو زينة مقاله المنشور في صحيفة الغد مضيفا: أيا تكن العناوين الفرعية التي يخطها المحتجون في الميادين العربية على يافطات الاحتجاج، فإنهم يطالبون في النهاية بالحق المصادر في تقرير مصائرهم وحكم أنفسهم. ومهما يكن ما تقوله الولايات المتحدة وأمثالها، فإنهم يكافحون بالضبط لإبقاء الأمور على هذا النحو. كما تعتقد القوى الحاكمة بالحديد والنار في المنطقة أيضا بأن شعوبها ليست ناضجة بما يكفي لتقرير مصائرها أو حكم أنفسها، ولذلك يقنع كل حاكم متشبث بالسلطة نفسه بأنه الضامن الوحيد لعيش هؤلاء الناس غير المؤهلين لاتخاذ القرار، وأن الدنيا ستخرب من بعده. لقد كسرت هذه المنطقة المعقدة المفهوم الكوني عن حتمية انتصار الخير على الشر وغلبة الحق على الباطل، وفي حين أن الثورات جلبت في الأماكن الأخرى الحرية والتقدم للجموع ولو خالطتها الفوضى والاضطراب، فإن الثورات الجماعية هنا
يركب على أكتافها أفراد أو قوى يظنون بدورهم أن الجموع لا تعرف مصلحتها وينفردون عنها بالقرار ولخدمة المصالح الضيقة. ولعل الثورات الوحيدة الناجحة هي انقلابات العسكر على العسكر أو على المدنيين. وقد أفضت عقود من انتزاع أدوات الاختيار والتأثير من أيدي الشعوب إلى حرمانها من الخيارات والبدائل. وكان حراك الربيع العربي من أعظم الثورات في التاريخ من حيث عدد المشاركين ومستويات التضحية، لكنه قوبل بثورة مضادة شرسة شنتها قوى اشتغلت على تعظيم قواها عقوداً يعضدها بأساطين القمع العالميين لتكون طبقاً لعشرة مسلحين يخضعون 1000 مدني أعزل بسلطة السلاح ومهارة المكر. في كل مرة تفاجئ الميليشيات الحوثية اليمنيين في مناطق سيطرتها بأساليب وأدوات جديدة، لعل آخرها ابتزاز المسافرين وسائقي السيارات والحافلات قبيل وأثناء عيد الفطر هذا العام. الشرق الأوسط تابعت الأمر وعنونت: منغصات حوثية تحاصر المسافرين وسائقي الشاحنات. وأشك عدد من المسافرين تعرضهم قبيل العيد لحملات تفتيش وابتزاز كبيرة رافقها طرح سيل من الأسئلة والتحقيقات والاستجوابات، فضلا عن العبث بأمتعتهم وحقائبهم من قبل الميليشيات الحوثية. وقالوا إن الميليشيات تفاجئهم كل مرة بأسلوب إجرامي جديد منذ اقتحامها للعاصمة صنعاء ومدن أخرى ونهبها لمقدرات الدولة، مرورا بعمليات النهب والسلب في حق اليمنيين بقوة السلاح كإيتاوات لدعم مجهودها الحربي، وصولا إلى استحداث نقاط تفتيش خارجة عن النظام والقانون للنهب والابتزاز. وكشف مسؤول بنقابة خاصة بناقلات الشحن الثقيل نقاط التفتيش المنتشرة على مداخل ومخارج مدينة ذمار والعاصمة صنعاء في خط صنعاء ذمار تعز تعد من النقاط الأشد تعسفا وابتزازا ونهبا للسائقين. بالانتقال إلى الأخبار المنوعة، نطالع من صحيفة العرب الجديد أحد الأخبار المثيرة للاستغراب وعنونة الصحيفة: كيف أصبح هذا الكلب عمدة لبلدة أمريكية؟ إليكم قصته التي تقول تفاصيلها. هل تبحث عن سياسي بقلب صاف ولا يروج سوى للحب والخير والسلام؟ عليك إذن أن تتعرف على عمدة بلدة إيدلوايلد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ولكنك ستفاجأ إن علمت أنه كلب. تضيف الصحيفة: خدم الكلب ماكسيموس كعمدة للبلدة الأمريكية لمدة 6 سنوات، وهو يمضي كل يوم في التواصل مع ناخبيه مرتديا ربطة عنق وقبعة فقط. على الرغم من أنه لا يتحدث بلغة البشر، إلا أن رئيسة موظفيه ورفيقته البشرية فيليس مولر تعتقد أنه يحظى بشعبية كبيرة بين السكان المحليين لأنه يريد جعل العالم مكانا أفضل من خلال نشر الحب غير المشروط وإحلال السلام في الأرض. وأكدت مولر أن مهامه غير سهلة، فهو يخرج للقاء الناخبين كل يوم حتى لو كان الطقس سيئا، ويلتقط معهم الصور في محاولة لنشر السعادة بينهم ويساعد على ترويج للأعمال الخيرية. وقد انتخب ماكس الأول سلف العمدة الحالي في حملة لجمع التبرعات استفاد من عائداتها لإنقاذ الحيوانات، وكان جميع المرشحين حيوانات أليفة، إلا أنه فاز بفضل التبرعات التي ساعد في جمعها وبفضل حملته الانتخابية الكبيرة التي قادتها مولر. يذكر أن العديد من الحيوانات الأخرى تولت مناصب عامة في الولايات المتحدة. أما بالنسبة لماكس الثاني فتقول مولر إنه مستقل حزبيا يحب الجميع من دون شروط، ولهذا يحبه الجميع. الكاتب سمير عطالله يكتب عن الأحلام التي تغير الواقع وتكسب القلوب، وقال في الشرق الأوسط: ها هو محمد صلاح يخرج من حلم نجيب محفوظ مثل منحوتة طبق الأصل. صحيح أنه كان يكتب عن نفسه في سنواته الأخيرة، ولكنه كان كمن يقدم أيضاً لهذه الظاهرة الإنسانية الرياضية الجميلة التي تشغل عالم الكرة وتسر جماهيرها وتفرح شباب مصر، وهم يرون هذا الضئيل الحجم الحديث السن يتنقل بالكرة من هدف إلى آخر حتى صعدت به نحو السحب. نجوم العالم اليوم هم الذين يحققون النصر في المعارك من دون ضربة كف واحدة، وتهتف لهم الناس بقلوبها من دون أن تملأ الأجواء بالرصاص وأصوات الرشاشات. والجمهور البريطاني الذي كان يخاف من كيس متفجرات في الباص أو من انتحاري سفيه في الأندرغراوند يرى نفسه يصفق بابتهاج لهذا المصري الباسم. تلك هي القوة الناعمة التي يمثلها محمد صلاح
الريفي البسيط على شاشات العالم وفي صحفه. طوال عقود تحدث عالم الفنون في كل مكان عن صوت أم كلثوم وظاهرتها، مع أنهم لم يكونوا يعرفون لغتها أو حتى يسمعون أغانيها، إلا أنها سحرت الناس على طريقتها وصارت جزءاً من تاريخ مصر المكتوب والمروي، مثلها مثل زعماء السياسة وسحرة الآثار. هكذا فعل أيضاً الساحر نجيب محفوظ الذي كان حديث السن وضئيل الحجم عندما حلم بأن يكون ذات يوم شيئاً من محمد صلاح. أجمل اللقطات التي التقطها المصورون خلال الأيام الماضية ونشرتها صحيفة الديلي تيليغراف، نتابعها. المنافسة لم تعد اليوم مقتصرة على الصورة والكلمة فقط، بل دخلت الريشة فيها عبر فن الكاريكاتير، ذلك الفن الساخر الذي يختصر آلاف العبارات ومئات الصور في رسمة واحدة. نتابع أيضا. هذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.